ده صندوق خشب متهيألي كده يعني من العصر الفاطمي. الصراحة أنا حبيت شكله لأن أنا حابب الشغل اليدوي من زمان، وطورنا فيه واستخدمناه في أكتر من استخدام. يعني هو الأول كان بيستخدم مثلا بس في كوحدة تخزين، دلوقتي إحنا عملناه يعني إحنا في مثلا في رمضان في ناس بتاخده مننا تحط فيه حلاوة المولد، يبقى شكله جميل وحاجة جديدة برضو على الناس وتغيير. قعدت في حلاوة المولد. أنا اسمي أحمد العربي، عندي 35 سنة، صاحب مصنع العربي زي ما أنت شايفة كده. إحنا أول حاجة أنا بحب الفن، بحب الشغل اليدوي، يمكن ده اللي مخليني ناجح الحمد لله في شغلي، ان انا بحب شغلي. بدأت من حوالي 15 سنة كده، من 2008 2009 شغال مع خالي، وانا كنت حابب الشغلانة اصلا، انا بحب الشغل اليدوي. والله يعتبر المهنة دي اختلفت جامد عن ما انا كنت شغال فيها في الاول. تتغير يعني، نحاول نجدد في الشغل. الحمد لله بنصدر شغل لجميع الدول العربية، في مبادرات كويسة من الدولة زي مثلا معرض تراثنا بننزل فيه كل سنة، بيجينا ناس من بره مصر بتتعاقد معانا على شغل، شغالين طول السنة الحمد لله بنصدر شغل. احنا بنعمل يعني منتجات أغلبها يدوية، هدايا زي ما انت شفت كده، علب مصاحف، صناديق، حاجات المواسم مثلا زي عيد الأم، هدايا لعيد الأم، هدايا لرمضان، يعني حسب الموسم. وطول السنة برضو شغالين عادي. يعني العملية كانت صعبة في الأول، بس الحمد لله دلوقتي يعني كل حاجة كويسة وكل حاجة متوفرة، المكان كويس، الناس اللي شغالين معانا كويسين، التجار كويسين. الموضوع بس كان محتاج في الأول خبرة، والحمد لله بقت متوفرة. يعني هي أول حاجة إحنا بنجيب خشب، حتة خشبة بتيجي عبارة عن حتة خشبة بتتقص بمقاسات معينة بحسب بشكل معين، بعدين بتبدأ تدهن، بعدين بتبدأ تاخد شغل يدوي كده حسب برضو شكلها وحسب ما الزبون طالب. وكل واحد ليه تخصصه، يعني مثلا في واحد هنا واقف بيقطع، واحد بيلم، واحد بيدهن، واحد بيفنش، واحد بيوزع الشغل. يعني مثلا احنا ساعات بنروح لناس، في ناس بتجينا عن طريق مثلا صفحات التواصل، ناس بتجينا عن طريق المعرفة، مثلا واحد بيقول للواحد، فهي دايرة يعني كده، مش لازم بشرط معين مثلا ان انا اروح لحد او حد يجي. ايوه انا يعني اعتبر جزء من خلال الخلية، شغلنا ده جزء من خلال الخلية، يعني كل مثلا محل فيه ركن خاص بينا احنا. والله انا الحمد لله وصلت يمكن للي اكتر من اللي انا عاوزه الحمد لله، ولو في اكتر برضه الحمد لله، يعني يا ربنا ما يمنعش عننا الخير. هو ميكس بين الاثنين، انت لازم تبقى حابب الشغل، اي يعني سواء اي مجال، مش لازم شغل انا بس، لو حبيت الشغل اللي انت شغال فيه يعني هتبدع فيه، مش لازم في شغل انا بس. انا بحب الشغل ده وانا بحب الشغل عامه. يعني هو الاحساس الاجمل ليا لما اخش مكان والاقي فيه شغل، ده اللي بتبسط سواء هنا في مصر او بره مصر، او مثلا حد بعت شغل يقول لي انا ده شغلك وانا شفته، هو ده اللي بيفرحني، بيفرحني اكتر لما بصدر شغل. انا بتمنى مصر كلها تطلع شغل بره مصر وتصدر.